انت عايز الذهب؟ طب يلا خد الذهب وطلقني. ايه يا محمود ده مش تخبط؟ اخبط عليك وانا داخل عليك اوضه النوم؟ اه خبط برضو. انا جوزك يا بابا. عادي اللي جوزك يا بابا. طب دور على ايه؟ وايه اللي في ايدك ده؟ علبة الذهب. ما انتش عارفة علبة الذهب؟ اه عارفاها. انت بتعمل ايه بقى فيها؟ محتاج الانسيال ده. هتحتاجه في ايه ان شاء الله؟ مزنوق في فلوس ولا سده؟ طب حط الانسيال تاني مكانه اهو. بس كده. لو ايدك اتمدت جنب العلبة دي تعرف ان اليوم ده هيبقى خراب وسواد على دماغك. بقول لك مزنوق في فلوس. ماليش فيه. طب ما الذهب ده انا اللي جايبه. والله الصراحة يا امي زودتها قوي. مش معقول يعني كل ما ابويا اقول لها على حاجة تقول له طلقني. انت عايز الذهب؟ طب يلا خد الذهب وطلقني. اخد الذهب وطلقك؟ اه خد الذهب وطلقني. الكلمة دي اتكررت على لسانك كتير. هو بقى دماغي كده، هي راكبة كده. والذهب ده على فكرة انا اللي شاريه. بس الذهب ده بتاعي. اشبعي بيه. والله برضه لو واحد غير ابويا كان طلقها على طول. الصراحة يعني ما بقتش عيشة والله. امال انت رايح فين؟ هو النهارده مش اجازتي ومفروض ان بنت الناس ان انا اقعد مع العيال شويه؟ مش كنت بتنزل تقعد مع اصحابك؟ صحابي يوم اجازتي؟ كنت بتنزل. هو انت مستكتره ان انا اقعد معاكم ومع العيال شويه؟ ابدا هتنور. انا اعرف والله العظيم ان يوم اجازتي هقعد في البيت ولا عامل زي الزريبه كده. والله ما كنت قاعد. زريبه؟ ايوه زريبه. قصدك ايه؟ قصدك ان انا ست معفنه مش مهتميه ببيتي؟ لا انت شايف ايه؟ بص علب الاكل عامله ازاي؟ وانت اصلا ما بقيتيش تطبخي زي زمان، بقيتي تطلبي اكل جاهز. كل وقت حياتك دليفري دليفري دليفري. هو انت يعني فقير ما تدفع؟ ايه المشكله في كده؟ بقول لك ايه؟ مش عاجبك؟ طلقني. يا بنتي هي الطلاق بالنسبه لك زي اللي بنا؟ هو انت مفكره عشان انا مش عايز ارمي عليك اليمين انا مش قادر اعمل كده؟ لا يا انت ما عندكش احساس. لو واحد غيرك وسمع الكلمتين دول وكم مره اقول لك طلقني كان زمانه خلى عنده حبه من الاحمر وطلقني. ابوك هيرضى بالكلام ده على كده؟ ابويا ده انا هتصل لك بابويا يجي حالا دلوقتي. لا 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 انت زودتيها خالص. انا نازل. والله ما حد خلاها خلي غيرك. طلقني يا محمود. مش بقول لك طلقني. هو انت ايه؟ قطع ودانك ومعدي؟ هو انت مفكره انا ما اقدرش اعمل كده؟ طب طلق. طب انت مش قلت هتتصل على ابوكي؟ اه هتصل على ابويا. اول ما ابوكي يكون هنا رن عليا. ماشي. وتيجي وفي ايدك المأذون. عارف ليه؟ اكيد عارف عشان تطلقني برضه. كل مره تقول لي طلقني طلقني. وامبارح تقول لي لو راجل طلقني. انا مبقتش عارف اعمل ايه. الو. ايه يا شيرين؟ ايه يابا انت فين يابا؟ بقالي يومين عمال ارن عليك ما بتردش عليا. مش فاضي يا بابا، عندي شغل. الله يعينك ويقويك يا حاج. في حاجه ولا ايه؟ اه يابا في. دلوقتي محمود رابط لي على الواحده، كل شويه يتلكك لي ويقول لي انت عايشه في زريبه ومش عارفه ايه، وبيكلمني بطريقه زي الزفت. بيكلمك بطريقه زي الزفت ومش عارف هو متجوز بنت مين ولا ايه؟ والله يابا زي ما قلت لك كده، وكل شويه اقول له طلقني طلقني. وانا عرفت بقى ان الحته دي اما بيقدرش يعملها فبدوس عليها بقلب. آه. انت فاهم؟ وراح جايه بقى ايه بزله بيها بمعنى اصح. لا خذي راحتك معاه. بس خلي بالك يابا انت لازم تيجي كده، وعايزاك بص تعمل قعدة حلوة. ها وجيب اخواتي معاك. هجيب لك ناصر معايا واجيب لك شوقي. اه يابا وقفوه عند حد. هو فين محمود؟ هو بيقول انا ننزل على القهوة، ولما يبقى يجي ابوك يبقى يرن عليا. قهوة؟ اه. ويقعد يابا يتلكك لي على الازايز والتلاجات. هو جايبني خدامة ولا ايه؟ طب بص انا هخلص اللي في دي كده ورايا مشوار واجيب اخواتك وجاي لك. ماشي يابا. اسكت يابا نسيت اقول ايه؟ ده كان عايز ياخد دهب النهارده. دهبك؟ اقسم بالله كان عايز ياخد دهبي. بس لما تيجي يابا بقى انا هستناك. ماشي خلاص. ماشي انا ماشي جاي في السكة. ماشي يا حبيبي. سلام. سلام. مع السلامه. حتى لو طلقني ايه المشكله؟ اه حتى لو طلقك ايه المشكله؟ انت بتتسلط عليا يا ابني. لا مش بس انا الصبح عمال زعقان فيه. مش بس انا مزعق براحتي. ومش كل شويه الاصطباح اللي هي عايزه طلقني 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 دي. شفته طلقني بجد؟ ما هيجي ساعه وهيطلقك فيها ساعتها. انت هتعملي ايه بقى؟ نفترض. اه نفترض عادي. اللي قدي لسه ما اتجوزوش. خالتك سعاد جارتنا اللي في البيت القديم قدي من سني وكانت معايا في المدرسه ولسه يا دوبك جاي لها عريس امبارح. بس يما احنا مالناش دعوه بحد. احنا لينا طبع وهم لهم طبع تاني. اه طب انت لو اتطلعتي احنا هنعيش مع مين؟
هتعيشوا معايا؟ ايه المشكله؟ انا عمري هرميكوا. بقول لك ايه، هو انت شفتني في مره قلت لابوك طلقني وراح رامي عليا اليمين؟ ما هيجي ساعه بقى وراح جاي رامي عليك اليمين. لا انا عايزه منك ويعمل كده برضه. لا يا حبيبي، منك ليه؟ دي ايده اللي انا بلويها له عشان يتعلم يتكلم معايا ازاي. خلي بالك عشان ابويا ايده ما بتتلوش من حد والله. او ربنا ان شاء الله. اما نشوف بيضرب اشوف مين. روح يا اخويا شوف مين. بقول لك ايه، ده تلاقي ابوك الشملوه. خير عامل ايه؟ ايه الاخبار يا رب؟ اتفضل تعالى خير. ازيك يا خير؟ عامل ايه؟ منورين يا حبيبي. خير منور. تعالى يا ناصر، تعالى يا شوقي اتفضل. خير كتير على مالها وشينا دي. هو خير يا اخويا ومش خير؟ قول محمود. مالك؟ عمال يتنك عليا وشخط ونطر فيا ومفكرني ايه؟ ما عنديش رجاله يردوا عليه؟ لا في رجاله. اه الزازه دي مش عارفه فيها ايه؟ الفوطه مش في مكانها. المايه خدام. السخان ما فتحتوش ليه قبل مصر؟ والنهارده يقول لي الزريبه واللي قاعدين في الزريبه يا اخويا؟ ما انا قلت لك ما يجيب خدام، هو مش فايق. مش فايق. يا خال الحوار كله مش كده يا خال على فكره. انا ما اسمع صوتك انا. هو اللي بيتكلم؟ اسمع صوتك انا. حاضر يا خال. حاضر يا خال. ايوه لازم اطلع لابوي. اما اطلع لمين؟ شفت عشان تعرف بس. حاضر يا خال. ماشي يا ابن ابوك. حاضر يا خال. حاضر. قول. المهم يا اخوي، المهم يا اخوي، هو كان عايز ياخد الدهب السلسله فين؟ ياخد ايه؟ فين؟ اه ياخد الدهب. يا حلاوه. هيشتغل له. زودها كده بقى. عايز دهب وخاله وهو حر فيه، ده اللي انا اعرفه. ليه ملطني؟ هو اللي جايبه. دهب انا قلت لك. ايوه ده. هتقعد معانا تقعد ساكت يا خاله. انا لما اشمعنى لما بتكلم انا؟ او جرس بيرن. هتلاقيه مش شامله لابوك اهو. يلا روح. يا رب يكون ابويا عشان هو اللي يعرف يتكلم معاكم. تعرف تتكلم معانا؟ عيل قليل الادب مسحوب من لسانه. جدي عامل ايه؟ يا محمد ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ اتفضل يا جد اتفضل خش. تعالى يابا اتفضل. حاج روح الحاج. عبد الله السلام عليكم حاج. اتفضل. قعد جدك يا يابا. منور يابا. تعالى اتفضل. اتفضل تعالى. اتفضل يا جد. نورت والله. بعد اذنك يابا ده يصلح ما يقعدش معانا. اه حاضر حاضر يابا. يا محمد سيدي مالك ومال خلاني؟ انا ماليش دعوه بيهم الجد، بس خلاني جايين عمالين يعلوا صوتهم عليا وناويين لابويا على الشر. على الشر؟ اه وكده مش هينفع يا جد الصراحه. انا مش هشوف ابويا برضه بيتخانق معاهم وهم ماسكين فيه وانا هقف اسكت برضه. لا يا حبيبي مفيش خناق. لو احنا اختنا مش جايه شغال. خلاص يا ناصر. خلاص احنا مش هنسيب حق اختنا. خلاص يا ناصر. ايه يا محمد عايز تقول ايه؟ تمام تمام يا جد. كل شويه ماسكه له الطلاق على الصبح. الطلاق طلاق طلاق طلقني طلقني. وبنصحى على كلمه طلقني. انت شغلك ايه في الموضوع ده؟ انا مش شغلني، انا بعرفك اللي بيحصل منها. طيب مش شغلك قوم خش اوضتك. خد اخوك خش اوضتك. حاضر يا جد اللي انت شايفه. وانت بقى الطريقه بتتكلم بيها انت واخوك مش عاجباني، وانا غلطان اللي بعتكم هنا اصلا. يا حاج ما ينفع ليه عاجبك اللي انت بيحصل ده؟ ده انا جاي احل. انا جاي احل بتاع. ماشي يا حاج. يلا قوم خد علاقتك وكله على الله. هتقعد لوحدك هنا؟ اه توكل على الله. انت كده هتخلي الناس تدوس علينا. قلت كلمه واحده اطلع بره. شفت يابا؟ شفت عيالي يابا؟ مش جايين معايا ازاي؟ مش جايين مع امهم؟ شفت مقوي قلب العيال عليا ازاي يابا؟ ده محمود نسي متجوز يا بنت مين؟ لا يابا ده باين عليه نسي قوي. ده ما يعرفش انا مين ولا بنت مين ولا ابويا ليش كلمه وشنه ورنه في قلب السوق ازاي؟ الله يرحم لما كان بيجي يقعد يترعب قدامي لما جيت طلب ايدي. يابا بقول لك ايه؟ بقول لك هو فين دلوقتي؟ اتصل لك على ابويا يقول لي اتصل. هو فين؟ على القهوه. على القهوه؟ يابا الجرس بيرن ممكن يكون هو. طب شوفيه. حاضر. انت جيت يا معدول؟ اهو جه يابا. محمود اللي جه؟ السلام عليكم. عليكم السلام. هي دي المقابلة؟ ازيك يا عمي عامل ايه؟ لما كنت تيجي تجري عليا ازيك يا عمي؟ دلوقتي السلام عليكم. ازيك يا عمي؟ فارد قلوعك؟ والله انا ما فارد قلوعي ولا حاجة يا عمي. أمال ايه؟ بس بنتك مش ناوي تجيبها البر ومحدش فيكم عايز يحل. طب أنا أعمل معاكم ايه؟ أنا مستني لكم الرضا ترضوا. مش عايزين يعني تحلوا معايا اي مشكله وسايبين بينكم يعني بنتكم يعني تعمل فيها اللي هي عايزاه. طب انا سمعت منها، عايز اسمع منك انت يا محمود. لا ما تسمعش مني، انا اسمعك من ابني. بس اقول لك على حاجه قبل ما اسمعك من ابني. بنتك تصحى الصبح من النوم طلقني. اقول لها جهزي لي الاكل طلقني.
طلعي لي هدومي طلقني، اكوي لي هدومي طلقني، بقول لها البيت ده اللي احنا عايشين في زريبه طلقني، زريبه جهزي الحمام طلقني، ولو كنت بكذب ابني يا عم يكدبني. جيت اتكلم معاك كده يابا لقيته شخط فيه وقال له قوم خش جوه. طب اللي انا قلته ده يابا في كلمه كذب؟ لا. خش جوه بقى. حاضر يابا. انت دلوقتي بتقول لي بقى عايزه تكوي لك وتغسل لك وتطبخ لك، امال انا متجوزها ليه يا عم؟ وتنضف وتروق. طب ما انا ملبي لها كل طلباتها وكل ده، عارف دي قبل ما تتجوز قبل ما تتهان دي كان بيخدموها 10 و20 يابا. نسيت اقول لك يا حاجه، بتشال من تحت رجليها وهي قاعده. يابا استنى يابا، عايزني ليه امسك قفص العيش واروح اجيب عيش لامه؟ ايه؟ طب وفيها ايه يعني؟ ها نجيب العيش لامك؟ طب ما مرات اخويا بتروح تجيب العيش لامي. مرات اخوك جايه منين؟ ودي جايه منين؟ ايش جاب لي جابها محمود؟ ليه يا مرات اخويا يعني مش بني ادمه ودي بني ادمه؟ كل واحد بقى على حسب يا ابني تربيته. انا بنت المعلم انور. دي بنت ناس متربيه على الغالي. ما قلناش حاجه يا شيري، وبتزعل لما بقول لها ام محمد. ايه ام محمد دي؟ بقى اسمها على اسم ابنها، واللي زعلت عشان في واحده جارتنا بتقول لها ام محمد، فديك هتخدي اتخانقت معاها، فبقول لها بتخانق معاها تقول ليش يا ام محمد انا اسمي شيري على سن ورمح. اه شيري طبعا، وتتدلع وتتغندر الحس ابوه. طب ما انت بدل ما الاقي حد متخن ودانها برضه يا عمي لازم تعمل ليه عايزاه. يعني ايه متخن ودانها يا محمود؟ يعني سايقه فيها خالص يعني، وهي مفكره ان انا ما اقدرش اطلقها. اسوق فيها براحتي على حس ابويا الله يخليهولي. يا ست ربنا يديله طول العمر ويخليهولك، بس ده مش حل برضه يا عمي. ايه الحل يا محمود؟ والله انت كنت جاي البيت عندنا النهارده، انت جاي تحلها، وانت راجل في بيتي، وانا بقول لك ليك حريه الاختيار. ما انا عشان في بيتك تسيبني واقف وتقعد يا محمود. والله ما حدش شال الكنبه من تحتك، عايز تقعد اقعد. اه لا انا مش قاعد. خلاص خليك واقف. وكده ما تتحلش، انا لسه ماشي شوقي وناصر. ما اعرفش انت قابلتهم ولا لا وانت جاي، وكانوا جايين ناويين على الشره يا محمود. يم 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 من جوز التيران اللي كانوا جايين يضربوني في بيتي. عيال انا تران. اه تران. يعني بتغلط فيا وفي عيالي. ده كويس ان انا ما غلطتش فيك، بدل انت بتحرض عيالك على الشر ان هم يمسكوا في جوز اختهم. انا اثرت الشر ومشيته. انت كده ما اثرتش الشر، انت كده عايز تولعها حريقه. اخرس. وانت مفكر يا خال انور ان انا مقطوع من شجره؟ يعني ايه يا محمود؟ يعني لو قعدت اعدلك في عيلتي من اصغر واحد لجد الكبير مش هتكفينا السنه دي. نفرين وطفايه. السنه دي؟ والله ده اللي انت عارفاه. اه ده اللي انا عارفاه. انما ابوكي يحكي لك على التاريخ والتاريخ يشهد، انا اسمي محمود مصلح محمود رفاعي. اه. وكنت انت يا عم انور جاي عشان تتخن ودم بنتك. وبتخليها تزيد في اللي هي فيه، قلت لك مليون مره. تعرف انا ايه اللي مصبرني على قله ادبك دي؟ ابوك. احترامي لابوك واحترامي لكلمه ابوك ليا. ابني هيصونها وابني وابني وابني، طلع ابنه لسانه طويل. طلع ابنه بيتكلم كتير. بس ابويا لو عرف ان مراتي كل يوم بتهني ومع اصغر سبب واتفه سبب بتقول لي طلقني، يبقى انت كده الكلام على هواك وعاجبك. يعني انت عندك دم؟ تقدريها تقوليها قدام ابوكي؟ اه طلقني. طب انت طالق وبالتلاته ورقتك هتجيلك لحد البيت. انت طلقتني يا محمود وبالتلاته. الحقيقه انت طلقتني. انت محمود ايه يا ابني؟ الكلام مش كده يا ابني، الكلام اخد وقتها مش كده يا ابني. الحقيقه عمرها ما كانت كده. هو انت يا عم انور بتولع الدنيا وترجع تقول الحياه مش قد كده؟ ابويا الحق ده طلقني يابا، ده طلقني يا ابني. انتوا بنتوا عيالي يا ابني. ثلاثة ودي كانت الطلقة التالتة. يعني ايه؟ العيال هتربوا. انا اشوف لي واحدة تحترمني وتقدرني يا عم انور. اعمل حاجة يابا. يا ابني انت عملته ده، انت خربت الدنيا يا ابني، انت عندك عيال. اقعدي جنب اخواتك واقعدي قدام ال 20 واحدة اللي بيخدموك. طب اسمع بقى. اسمع بقى، طلع ايه؟ خلاص جابت ضرافها كده وجابت اخرها. قسما بالله لا ترجع صاحف على رجلك قبل ايدك. لا الحمد لله ما بقعش غير واقف، وطول ما فيا رجل شايلاني. هنتقابل تاني، هنتقابل تاني. لم هدومي. هلم هدومي وقسما بالله زي ما بقول لك واقولها لك تاني، لا تجيني راكه يا محمود تحت رجلي. يلا لم هدومك وبره. بره؟ ايوه ما بقتش على ذمتي، ورقتها هتروح لها لحد عندها يا عم انور.
قلت لي كنت عايز تقول لي على حاجه اول ولا اقول لك سيبها لوقت المفعول؟ سيب يلا ادي حاجتك بسرعه. يا محمد يا معتز يابا خلي اخواتي يبقى يلموا لي حاجتي، انا لميت اللي قدرت عليه. يابا خليها لك اشبع بيها. سؤال صغير بس يا عمانه، تختاروا يابا تعيشوا معايا ولا تعيشوا مع جدكم؟ لا انا اعيش معاك. هتعيشوا مع ابوك؟ اه عيش مع ابويا. هتسيبوني؟ اه مش انت اللي استريحتي؟ واديها يلا طلق. وباذن الله كلنا هنحضر فرحك. معتاد هتسيبني يا معتاد؟ وباذن الله هيحضروا فرحك. يحضروا فرحي؟ اه هم يحضروا. على سيد سيدك. بس احنا وانت تبقى واقف كده بتتفرج وتعيط. الحمد لله مالناش اسياد. هنشوف. عارفه احنا لو لنا اسياد؟ هنشوف. كنا قابلنا بالوضع اللي ابوك كان عايز يخلينا قابلنا. يلا يابا. ابوك الراجل الكبير. المحترم اللي بيقعد في عاداته وبيحل مشاكل. غصب عنك. مش عارف أبوك. يحل مشكله بنته المدلعه. مدلعه. شرفتنا يا عمانه. هتندم. قدامي. ايمتي يابا؟ مش هو طلق؟ حقك هيجي لك لغايه عندك. وتالت. وهيجي راكع. وانتوا؟ لو جيتوا لحد عندي مش هشوف وشكوا تاني. ماشي. كاني ما خلفتش اصلا. هم مش عايزين يشوفوا وشي. ولا انا عايزاهم ولا عايزاك. يلا يلا يابا. يلا يا وليه يا خايبه. يا خايبه. انا احسن مع مصلح لما اشوفك. انا خايبه. هي اللي جايبه الكلام ده كله لنفسها. اهو جد وبعدين. اهو جد وبعدين يابا. عنده عيالين اخيب من بعض. اقعد يابا.